يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي طالب في تخفيف العذاب، هل هي خاصة بأبي طالب أم أن هناك غيره؟ لا، لا هناك غيره، هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، ولا يشفع أحد للمشركين إلا هذه الشفاعة خاصة بالرسول، وليست شفاعة في خروجه من النار، وإنما هي شفاعة في تخفيف العذاب عنه فقط، عياذ بالله. نعم.